يا رجال حتى شريف صار شاعر، لسه شعر شريف قدم على شعر القمة. نرجع المحور حديثنا ونقول يعني ما شاء الله، وش حاب تقول يعني لأهلنا والشعب وحكام عمان بمناسبة اليوم الوطني 53 لهم؟ أقول الله يديمنا من الأمان على بلاد العرب كلهم، وجعلنا وياهم على القوة، وكل عام والشعب الوطن اسمه عمان بخير. ايه الشعب الشعب عمان بخير. شعب عمان بخير. يا سلام. يا مازن سم الله عدوك، وش حاب تقول يعني؟ بس عطى انظر للكاميرا عشان يعني اقول الله يديم الافراح ان شاء الله. يا سلام. ويحفظ بلاد المسلمين. يا سلام. و يتكلم عادي ناظر وتكلم اشتغل شوي. والله يديم علينا الامن والامان. يا سلام. وعلى دول المسلمين جميع. اللهم امين يا رب. اللهم انس ما راح اسالك نفس السؤال. سم يا ابوي. اي بسالك سؤال غيره. سم. وش حاب تقول لاخواننا واهلنا في عمان؟ والله اهل عمان اهل كرم وجود وطيب. يا سلام. وسلم عليهم من هذا المكان. يا سلام. ونقول لهم يوم وطني جديد تجدد مع الامجاد والتواريخ العميقه. عسى الله يوفقنا وإياهم إن شاء الله ويديم عليهم الأمن والأمان. اللهم أمين. اللهم أمين. جعل ربي حفظكم. تقطع؟ قطع قطع قطع. وش تقول؟ نجي للألف. سم طاول عن متق. لا 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 ما ما أسمع. هو يعني إذا هو إذا في نوم يسوي زي كذا. تذكر إن اليوم. تذكر اليوم في إبراهيم. أنا إبراهيم. أنت إبراهيم. لا والله. ما تروح ديري. صدق إبراهيم. وش مسوين؟ يا رجال ظلموك. لا إله إلا الله. طيب وش حاب تقول لها المذيع؟ رجعي ها؟ أنت زعلان علي؟ لا والله صحيح ها؟ أحس إنه زعلان. أنا طالبك هزع اليوم بس خل خل خاطرك أبسيع اليوم. إبراهيم ترجع إبراهيم ما عليك هزع. إذا زعلان خلاص ما راح أناقشك وراح. لا لا سم سم. والله صحيح. سم سم سم. ها؟ سم. وش حاب؟ كل عام هم بخير. إيه. والله يديم لنا من بس. يا سلام. لا تستر علي ترى اللي يجيب علي. والله. إي والله. خلاص بتبي قصيد قل أعطني قصيد بس. عطنا قصيد. إيه. يا ابوي شغمو ايه تغير شو تبغى ابيك يلا تبغى قصيد اي يلا لا تجعل الانذال حاجه عندي وانا مالي ورا النذل حاجه اللاش لا جيت هي عقد حجاجه والكفو دايم مسفه لنا احجاجه الطيب غرزه والتطبع سماجه ولا يستوي في الرجل طيب وسماجه اخطر مرض في الطب يوجد علاج غير حسد في الناس صابنا علاج لا 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 صوت لا اله الا صح قص حسانك لا يقول لا اله الا لا خلاص لا اله الا ما تبي تضحك الله يهزع حتى هزع لا خليها يا اخوان يا كنترول ممكن تطلع فاصل ابو خمس ثواني شوي خمس ثواني بنحل امور وديه قهرني هو قهرني هو قهرنا 13 يوم ها هو 13 يوم قهرنا ليه هو وقف عيب 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 بعدين انا